وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، مئات المستوطنين يقتحمون بلدة عورتا في نابلس مؤدين طقوسا تلمودية في محيط أحد المقامات الدينية بالبلدة، بما تفسرون توسيع المستوطنين دائرة هذه الانتهاكات؟ نعم أخي الله والمشاهدين الكرام، الاحتلال الآن يجتاح كل فلسطين، كل المقامات، كل الأماكن المقدسة، ولا يعني يقف حد يعني سيطرة الاحتلال على أراضي فلسطين عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى الأردن. فهناك أيضا احتفالات طهيونية يهودية تلمودية في مقام نبي الله هارون في الأردن. الاحتلال ليس له حدود، الاحتلال اليوم يعيش لحظة حاسمة ولحظة خطيرة جدا من خلال المطبعين الذين فتحوا الأبواب على مصراعيها للاحتلال ليصل إلى أعماق الأمة العربية والإسلامية وإلى العواصم العربية والإسلامية. الاحتلال اليوم يستبيح الأقصى، فما بعد الأقصى يعني شيء، يعني بعدما تشاهدون الاقتحامات للأقصى تأتي عورتا وتأتي أيضا يعني مقام يشبه وكاتي نابلس ويأتي مسجد إبراهيم في الخليل، كلها مقامات تأتي بمكانتها بعد الأقصى. فإذا كان يعني الأقصى مستباحا، فماذا يعني الأمر بالنسبة لباقي المقامات؟ إنه أمر سهل جدا على الاحتلال أن يقتحم باقي المقامات، خاصة وأن السلطة الوطنية الفلسطينية مرتبطة مع الإسرائيليين باتفاقية أمنية لحماية المستوطنين. هؤلاء المستوطنون يشعرون بالأمن والأمان، وكل من يقف في وجههم يعتقل، إما من قوات الأمن الصهيونية وإما من القوات المسلحة الفلسطينية. هذا شيء طيب. قريب جدا أن تقوم ثورة بأكل أبنائها بهذه الطريقة. نعم. نابلس ما الذي تمثله بالنسبة للصهاينة؟ يعني وهل هنالك أي خطة لتتعرض ما تتعرض له البلدة القديمة؟ نعم، يصلني الصوت متقطعا، لكن أقول لكم أخي، يوما من الأيام الإسرائيليون كانوا في أرض فلسطين وانقسموا إلى قسمين، يعني وهم يعيشون في وسط فلسطين. كان أناس يعيشون في القدس وكان أناس يعيشون في نابلس، وسموها وقتها السامرة في تسمياتهم. فبالتالي هم يعني دون من صدفيا ومن نابلس ومن أيضا عورتا وكيف الحارس، هم يريدون منها أن تكون عاصمة الشمال. بعدما وضعوا يدهم بالقوة السلاح على مسجد إبراهيم في الخليل جنوبا، في القدس وسطا، في نابلس شمالا، وهكذا تكون الأطماع على كامل الجغرافيا الوطنية الفلسطينية. ثم هذا إذا كان الأمر جنوبا وسطا شمالا، لكن هناك أمر أخطر بكثير. هناك سيطرة على مساجد إسلامية في يافا، ثم في القدس، ثم شرقا إلى عمان. هذا يعني هم يأخذون الجغرافيا في المنطقة من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وبالتالي تمتد الرقعة على ما كل ما يسميه الصهاينة إسرائيل الكبرى. ولهذا السبب هم يريدون بقاء رفرفة العلم الصهيوني على النيل، ثم يريدون أن يصلوا إلى الفرات. هذه الانتهاكات صاحبتها اعتقالات للمقدسين، والتي كان أخطرها أوامر التحقيق مع الأطفال، آخرها كانت الطفلة ملاك سدر. كيف تقرأ اعتقال الصهاينة للأطفال الفلسطينيين؟ نعم صحيح، يعني الصهاينة لا يعني لا تنقصهم الأعذار، ويكفي الحديث عن أن حجرا قد وصل إلى دبابة مصفحة لا يخترقها الرصاص، وبالتالي يكفي أن يشار للصهيوني بأنه يضرب بالحجر، وبالتالي هذا يعني يكون مبررا لاستدعاء الطفل وأبو الطفل وعائلة الطفل وحارة الطفل. وبالتالي الآن يعني يعني الآن آخر مستجدات جرائم الاحتلال هي استدعاء الأطفال لتوجيه يعني كأنه عقاب راجع لكل أجيال الشعب الفلسطيني، وكأنهم يستهدفون الأطفال لأنهم يعلمون أن الأطفال لا يبقون أطفال. الأطفال جنرالات، وهم يشاهدون ما ينكل وما يحصل لأبائهم وأعمامهم وإخوانهم وجيرانهم، وبالتالي الاحتلال يحسب حساب من أنهم لن ينسوا وأنهم سيعاقبون الاحتلال يوما من الأيام. ولهذا السبب الآن هناك حملة في طول فلسطين وعرضها للتنكيل بالأطفال حتى لا يشكلوا
قوة رادعة في وجه الاحتلال عندما يحين وضع يعني وضع خطة صفعة القرن في موضع التنفيذ كما قال إمام الأقصى هذا اليوم. طيب كيف ترون تعامل المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات؟ نعم، العالم كله يعني يقف ضد جرائم أي مجرم في الدنيا إلا عندما يكون المجرم صهيوني، فهنا يقف الأمر خطا أحمر. أمريكا بالفيتو صفعت الأمة العربية بحذائها أكرمكم الله، 37 فيتو في وجهها. الحكام العرب لا يتعلمون، الحكام العرب منبطحون. ثم أن سائر دول العالم أيضا نتيجة الجرائم بحق اليهود والنازيين بحق اليهود يقفون يعني على مسافة بعيدة من إدانة الاحتلال، ولا يتجرؤون على إدانة الاحتلال، والاحتلال واقف لهم بالمرصاد، وسفراء الاحتلال يحصون أنفاس الحكام الغربيين ولا يسمحون لهم بالتطاول على هذا النظام الاحتلال الإجرامي. وبالتالي الخشية من قول معاداة السامية، اليهود ليسوا ساميين الموجودين في فلسطين، الشعب الفلسطيني هو الشعب السامي المطلوب. نعم نعم الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس كنت معنا من فلسطين عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.